قري لي عكام، قري لي هذا الطاولة. ايه والله الا زوين. أمام هذا الوضع تم إطلاق مشروع بيئي هام، محطة للمعالجة الأولية عند مدخل المدينة، وهي ثمرة للشراكة بين المكتب الوطني للماء والكهرباء وبلدية مشرع بالقصير. الشطر الأول كيشمل تقوية ديال الشبكة وتوسيع ديالها، ومشروع الثاني ديال إحداث محطة للمعالجة ببغور. التكلفة ديال المشروع تقريبا شي 70 مليون ديال الدرهم، تقريبا 7 مليون ديال السنتيم. على بعد 6 كيلومترات من المدينة وبالضبط بالنفوذ الترابي للجماعة القروية النويرات، سيتم جر هذه المياه العادمة عبر قناة إلى محطة المعالجة التي تمتد على مساحة 30 هكتارا، إذ ستعالج هنا يوميا 3000 متر مكعب من المياه العادمة، وهي محطة تستجيب للمعايير الدولية.